Unión Europea Marruecos. كارمن فراغا تعبر عن فرحتها الكبيرة بعد التصويت الإيجابي على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب وشريكه الأوروبي، فهذه النائبة البرلمانية هي من صاغ بتكليف من المفوضية الأوروبية تقريرا اعتبرت فيه أن البروتوكول الجديد قانوني تماما ومطابق للتشريع الأوروبي وللقانون الدولي. 310 أصوات، أغلبية كبيرة، صادقت على بدء صفحة جديدة في قطاع الصيد البحري بين الشريكين. هذا التصويت مهم أيضا للبرلمان الأوروبي الذي أبان اليوم عن أنه هيئة حيوية. لقد قام البرلمان بنقاش معمق لتقرير كارمن فراغا حول هذا الاتفاق الجديد للصيد البحري، والذي قدمت لنا المفوضية الأوروبية توضيحات وضمانات مهمة بشأنه، ومن هنا صوتنا لصالحه. هذه النتيجة هي تكريس لعمل دام تقريبا سنتين، عام ونص، وكانت فيه زيارات متعددة لمجموعة من الوفود ديال البرلمانيين الأوروبيين اللي زاروا المغرب وتعرفوا على مجموعة المعطيات اللي مكنت من تغيير المواقف ديالهم. الاتفاق الجديد الذي يمتد لأربع سنوات يقدر مقابله المالي بأربعين مليون أورو في العام الواحد مقابل حق الصيد في المياه الإقليمية المغربية. الدبلوماسية البرلمانية المغربية أدت دورا مهما قبل الوصول إلى نتيجة اليوم. اليوم قمنا ببناء لبنة أساسية إضافية في صرح العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. المجهود الكبير الذي بذلناه مع زملائنا المغاربة مكننا من تحقيق النتيجة المطلوبة. لاحظنا مؤخرا أن أعداء الوحدة الترابية عملوا ما في جهدهم من أجل بطلان هذا الاتفاق، ولكن قناعات الأوروبيين أن الاتفاقية رابح رابح. الاتفاق الجديد الذي سيعرض على البرلمان المغربي للمصادقة عليه يشمل السواحل المغربية من طنجة إلى مدينة الجويرة. إنها إشارة سياسية قوية من البرلمان الأوروبي لأصدقائنا المغاربة. نحن نعتبر أن المغرب كان دائما شريكا مهما جدا لأوروبا، وسنظل على هذا المنوال بحكم الجوار، وعلينا أن نعمل بشكل جماعي. أبعد من المصادقة على اتفاق الصيد البحري، تصويت البرلمان الأوروبي هنا في ستراسبورغ على هذا الاتفاق يكتسب بعدا سياسيا يكرس انتماء المغرب والاتحاد الأوروبي لنفس القيم المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والالتزام بالشراكة المنفتحة على المستقبل.